ترك المجال بطبيعة الحال للمنظمة الرئيسية لهذا المهرجان وهو بطبيعة الحال مؤسسة عمر بن عبد العزيز وسأعطيه كلمة واحدة سمحتم للسيد للمدير المدير الثانوي عمر بن عبد العزيز ومبات لسيد رئيس مؤسسة عمر بن عبد العزيز لتوضيح هذا المهرجان من الفكرة من نشأة الفكرة إلى اليوم وماذا سنقوم به جميعا إن شاء الله في أيام قليلة القادمة لنضمن النجاح لهذا المهرجان. فكلمة السيد المدير شكرا.